يا ابني سالك الكابل ده يا ابني، واقف تلين على نفسك ليه يا ابني؟ ما انا سالك لك بالكابل، هتروح بالبتاع اللي في ايدك ده فين تاني يا حبيبي؟ ده لو حتى متر في متر زي المكان اللي هتروح. انت متفاول عليا يا اخي، طب سلك زي بعض تسلك. يا دنت تعال نقول للسلم هنا كده عشان اطول السك. مش هنخلص النهارده منك انت وهو، اجي اشيلك. هو وقت استظراف؟ طيب عرفني وقت استظراف يا عم. المجاول زمانه جاي ودمه تقيل يا عم، هيقعد يجرفنا. فين الشغل ومش فين الشغل؟ هات يا عم سلم خلينا نخلص. انا مش عارف اما تخافوا من المجاول ليه؟ ما في عيل مش اما تخلوش زي ما انا ماشي ليه يا اخي؟ شغل نفسك ليه بيا؟ بس انت تخبط في الحلل ولا ايه؟ ده تبع المجاول، ده مش محتاج للشغل ده. وايه يعني تبع المجاول؟ هتخوفني ولا ايه؟ المهم سيب البتاع انت اللي في ايدك شويه وانت فكك من السلم وتعالى اعمل لك كوبايه شاي نقعد احلى قعده. يلا بس احنا خدنا من الشغل يا عم، هجيب لكم العده واجي. ماشي ماشي. السلام عليكم. ايه ده ما شاء الله، انتوا قاعدين؟ ايه الحلاوه دي؟ ده جه يا بوي الواحد هلك النهارده. بص الجماعه قاعدين كيف بقى، العيل فيكم الصغير هو اللي شغال وانتوا كبار قاعدين. يا اخو والله العظيم لسه قاعدين الوقت، اقسم بالله ده احنا لسه يا دوبك اما ناخد نفسنا. ايوه ما باين عليكم انتوا لسه قاعدين. ايوه ده حتى التراب ما مش باين عليكم، ما فيش غير الصغير ده بس اللي هقبض النهارده، ما فيش ولا واحد فيكم هيقبض. سلام. الله انا بس اللي هقبض. ماله ايه الشنطه اللي لابسها دي؟ عامل زي محصلين الكهرباء. يا ابني مش انت اللي مقعدنا؟ انت مش اللي انت اللي مقعدنا؟ انا مالي يا حبيبي؟ انزل انزل انزل، مش انت اللي مقعدنا يا حبيبي؟ يلا مش عايزين عايزينك انت هنا تاني.